بوم الرياضة برعاية شركة الإنجاز التام للمقاولات والاستثمار العقاري. مرة تانية معاكم خالد طلعت الناقد الرياضي عندك محمد صلاح ومحمد النني تعمل أزمة كبيرة جدا على مباراة العودة مع مكابي تل أبيب ما بين بازل السويسري اللي هم بيلعبوا فيه ومكابي تل أبيب ان هم هيروحوا لا مش هيروحوا خصوصا محمد صلاح يعني محمد النني الناس نسيته شوية لكن راح ولعب وأحرز هدف وقاد فرقته هو والنني اللي شارك بعض الدقائق قاد فرقته ان هو يوصل للدور قبل الاخير قبل مرحله المجموعات. باداء مميز والكلام ده كله، انت شفت الموضوع، انت الاول قبل ما شفت الموضوع ازاي؟ انت كنت مع ان هو يروح ولا ما يروحش؟ لا طبعا انا في البدايه كنت رافض ان هم يسافروا، وكان رايي الشخصي ان هم المفروض ما يسافروش ويمتنعوا عن السفر، لان مجرد سفر لعيب او لاثنين مصريين لاسرائيل ده في نوع من التطبيع، في نوع من الاعتراف بدوله اسرائيل ان انت بتروح، في انك بتاخد تاشيره اسرائيل على الباسبور بتاعك وانت داخل، بتروح بتتكلم مع ناس طبعا كل معظمهم اسرائيليين، بتسمع لغه عبريه، بتستخدم الفلوس الاسرائيليه. انت كنت ضد بقى انا كنت رافض تماما، ويمكن فعلا كتبت مقاله بالكلام ده وقلت المفروض ان هم ما يسافروش والمفروض ان هم يعتذروا عن السفر. يمكن محمد صلاح بعد كده يمكن اتصل بيا شخصيا ويمكن اوضح لي الامور ان هو كان فعلا رافض السفر وما كانش حابب ان هو يروح في الاول، واتكلم مع الجهاز الفني لفريق بازل مراد ياكين طبعا المدير الفني التركي، وعارف طبعا اللي بيحصل بالظبط، من اصول تركي سويسري مع جنسيتين، من اصول تركيه مع الجنسيه السويسريه طبعا. فيمكن هو اتكلم معاه قال له ان انا مش عايز اسافر، فكان الاتفاق ان هم لو نجحوا في تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب هيعفيه من السفر مش هيروح ماتش العوده، لكن للاسف فازوا 1-0 بس، دي طبعا نتيجه كانت مقلقه شويه. محمد صلاح ضيع كام اجوان في المباراه بالظبط. فهو اتكلم معاه وقال له ان انت لازم تروح وان الفريق محتاجك وان احنا ده عصر الاحتراف بعيدا عن السياسه وان احنا رايحين نلعب كره قدم مش حاجه ثانيه. فيمكن تم الضغط عليه شويه من قبل اداره النادي، فعلا خاف ان هو ممكن لو رفض السفر ممكن يتم معاقبته مش ماليا فقط، هتاثر عليه كمان في المستقبل. انا بالزبط. انا وجهه نظري انها كانت ممكن تاثر عليه في المستقبل، في مستقبله الاحترافي هتاثر فعلا على سمعه اللاعب. يعني لما يتقال ان اللعيب ده رفض ان هو يسافر لاداء مباراه، اي نادي ممكن اوروبي تاني ممكن يقلق منه ان هو لو ضميته، لو جات لنا ماتش مهم قدام فريق اسرائيلي، لو ضميت لعيب مثلا من اسرائيل ولا حاجه هيتزامل معاه ازاي في الفريق؟ لان يعني الموضوع مزبوط صعب مظبوط، في يعني ممكن تعمل فعلا قلق وحساسيه شويه. فعشان كده محمد صلاح يمكن لضخ في الاخر للضغوط وسافر هو ومحمد النني. طبعا رحله كانت يمكن 48 ساعه في اسرائيل او 48 ساعه في تل ابيب، كانت موفقه جدا على فكره. محمد احرز هدف وعمل هدف و قد فرقته لأداء قوي 3-3 وقدروا ان هم يصعدوا. اكيد طبعا كان فيها اجابات كتيره وقدروا ان هم يسجل هذا والهدف الثاني، ومعانا لقطات بقى فيديو للمباراه يمكن شايفينها امامنا. محمد صلاح طبعا دي لقطه وهو خارج بعد المباراه يمكن بيشاور كده للجمهور الاسرائيلي، او يعني يمكن عامل لهم كذا اشاره بايده قال لهم يعني فيما معناه ان انتوا بتتكلموا بس. يعني نادي بازل حتى قدم شكوى للحكم الرابع والمراقب المباراه ان كان في يعني بعض الهجوم العنصري او السباب الجماعي لمحمد صلاح ولمحمد النني وخصوصا محمد صلاح في خلال المباراه. بس يعني انا عن نفسي انا شفت يعني كمشجع كوره انا كنت مبسوط ان محمد صلاح بيأدي بالاداء ده. اكيد طبعا ما انا بقول لك هي ليها طبعا ايجابيات وليها سلبيات، بس انا يعني برضه ما كتبت مقال قبل المباراه يعني احط العكس بقى، كل الاحتمالات وارده والكره فيها كل حاجه. لو ادى اداء وحش، لو ضيع فرصه زي ما انت قلت، وضيع فرصه في مباراه الذهاب كان ممكن يضيع فرصه وتكون سبب خروج فريقه. وبرضه احنا كمصريين عاطفيين شويه، كنا هناخدها ان هي كانها هزيمه من اسرائيل، هزيمه حربيه او حاجه زي كده، فعشان كده كان ما كناش عايزين نكبر الموضوع وناخده بمنظور سياسي بحت، فبالتالي هو منظور رياضي. والحمد لله يعني مباراه كره قدم عدت وقدر يسجل فيها ويقود فريقه للفوز والتاهل. طيب.